أول شيء علاقتي بالكاميرا كأنها شخص من العيلة أو شخص يعني لي يعني. أول شيء أنا بصير التخرجات من المناسبات المفضلة عندي تصويرها، لأن في يوم ما يعني بدأت من الفترة اللي فاتت صورت كلية الهندسة، كان في يوم ما فيش بنات يخشوا الهندسة، تو تشوف ما فيش بنات ما تخشوا في فنون الإعلام، وتو تشوف هذه الحاجة نوع من التمكين لنا إحنا البنات يعني. فالتخرجات أو غيرها يعني ديما نحب نوثق المشاعر اللي تصير بدري، مثلا شفت في ابهاتي ركبوا بناتهم مثلا فخور بها كذا، بعد ما تم مثلا الحفل كيف تعنقوا فيهم كيف يهنوا فيهم. في الغالب ديما تصوير المناسبه سواء تخرج او غيره نحب نوثق اللحظه زي ما هي تكون فيها هيك مشاعر واضحه قويه يعني. لكن بشكل عام تحس مع الوقت يعني فكرة المصورة اللي بيا بدت تتغير، وأنا سعيدة واجد يعني. بعد ما رجعت توا في 2023 لقيت ما شاء الله في مصراتة هنا فوق 100 مصورة، زمان ممكن نعدوا على الأصابع إحنا البنات مصراتيات يعني. فلكن هذا لا يعني إنه مازال في نوع من النظرة خلينا نقوله مثلا شوية فيها شوية دنية يعني، إنه يشبعوا فيها إن هي خدمة سهلة خدمة فلوس وبس نستغلوا. بس أعتقد لو الواحد يركز على الجانب مثلا يدير موازنة بين الجانب الفني والجانب اللي هو المهارات مثلا زي الأخلاقيات، التواصل الجيد، المحافظة على السرية مثلا، انك انت مثلا تتقابلي مع الزبون، في ثقافة في التصوير مازال تحسها مش الكل يطبق فيها عرفتني. واعتقد الثقافة هذه لو هي طبقت صح هي اللي بتعطي المصور حقه ان هو يحترم، قصدي يكون عنده كلمة في المجتمع، عنده خلينا نقولوا قيمة قيمة في المجتمع.